بالإشارة إلى إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن خطة السلام من أجل الازدهار، تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم. وإذ تشيد وزارة الخارجية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع عملية السلام، فإنها تعرب عن تطلعها بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وبدء مفاوضات مباشرة من الجانبين برعاية أمريكية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة، ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها.